السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ معانا الزبدة النهاردة. هنعمل طريقة ايه انك تقطعيها، او يعني طريقة تفريز جديدة. هي اكيد قديمة يعني، بس انا ما عملتهاش على القناة، هي موجودة في كل حتة ومن زمان اساس. الطريقة جميلة. اولا بتوفر في الزبدة، وتخليكي مثلا بدل ما تطلعي القالب كده وتقعدي تقطعي وتقولي ده جت كتير، ده جت شوية صغيرين، انا كنت عايزة حتة. وساعات في ناس بتحطها كده وتحطها في علب بلاستيك، فلما تيجي تقطع منها بتروح خارمه العلبه البلاستيك ومكسره العلبه البلاستيك معاه. فالطريقه اللي احنا هنعملها بيها هتسهلك عليها، تاخدي منها زي ما انت عايزه بالمقدار اللي انت عايزاه، وكمان بتوفر اماكن، يعني ما بتحطهاش بالطريقه دي. ديت جاموسي ودي بقري. الجاموسي ديت اللي هي من على الصفايح ديت، كانت جبتها مره ب80 ومره ب85، لان هي الموسم المفروض ما ترتبطش بسوق الزبده، بس التجار يعني ايه بيغلوا، لو الدنيا غالية وده الموسم بتاعهم فبيغلوا. البقري ب65، هي كده من ايام الصيف على فكرة، ما غلوش في البقري. هما الناس اللي انا بجيب منهم بياخدوا من البقري كتير، بيجيبوا بقري كتير ما يجيبوش جاموس كتير. فديت مختلفة عن الرايب اللي انا شرحته لكم قبل كده، ده من على الحليب، يعني انت مجمعين قشطة كتير كتير بتاعت الحليب بتاعت المزارع الكبيرة، بتطلع الصفايح القشطة، فبتيجي بقى مثلا لواحدة قاعدة في البيت بتتاجر فيه، بيجيب لها صفيحة 50 كيلو تعملها وتعملها زبدة. دي زي زبدة البيت بالظبط، بس من على حليب، ماشي؟ بيبقى فيها نسبة المية عالية، بيبقى الطعم بتاعها خفيف شوية. فانت عامة الفرق بينها وبين الرايب، السمنة من على الرايب مش كتير، فهي يعتبر سمنة الرايب، زبدة الرايب أحلى بكتير طبعا، بس بيبقى حسب ايه الاماكن. يعني انا دول جنبي فانا بقدر اشتري منهم، وده جميل انا بستخدمه في كل حاجه، وفي المعمر رهيب، وفي البسبوسه، وكل حاجه فظيع. المهم انا دلوقتي هنعمل طريقه حفظه في الفريزر بوحدات صغيره اصغر، وتقدر تحطها في كيس، مش لازم علبه حفظ في الفريزر، اكياس صغيره ونحطيه. هعمل ايه بقى؟ انا لسه مطلعاه من الفريزر اهو. طيب انت لو فاضيه يعني هتعمليه على طول، سيبيه في الجو، مجرد انه هيبدا تتك عليه تلاقيه طري، ما يكونش فك، لان ساعات الزبده نوعها ما تفك بتسيح، بتسيح خالص كده وتعمل منك. لا انا عايزاها اتك عليها كده الاقيها جامده، بس بتنزل تحت ايدي، يعني اما امسك حته واعمل بيها كده تشتغل معايا، بس تبقى جامده خلاص. طيب انا مش فاضيه خلاص، ورايا هنا وهرايا هنا، وهطلع وادخل الكلام ده كله، هتروحي شايلها وحطها في التلاجة. دي بقى وضعها في التلاجة ممكن تنعمل بكرة بعده، ليه؟ في التلاجة من تحت هيبقى دي هتفك براحتها، وحوالها برودة، هي كده كده عبارة عن دهون زي السمنة، مش هتفك وتبقى زيت، يعني مش هتفك، وخاصة الجو برد دلوقتي. بس في التلاجة من تحت هتبقي مهما اتأخرتي عليها هي هتنها محفوظ، وهتفك بقى تفكيك حلو، يعني البرودة هتفك وهتنها ماسكة نفسها. هنيجي ان شاء الله وقت ما نيجي نعملها هوريكم فكرة جميلة جدا 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 تحفظ بها اي كمية زبدة، وتقدري انك تاخدي منها زي ما انت عايزة، من غير ما السكينة تنقطع وانت بتعملي، من غير ما الاكياس تبوظ، من غير ما العلبة مش عارفة يحصل فيها ايه، من غير ما تحس انك هدرت. نسيبها بقى تفك براحتها خالص ونيجي نعملها مع بعض وقت ما تفك ان شاء الله. النهارده يا ست احنا يوم الاثنين الساعه 1 بالليل تقريبا اهو، واحنا كنا يوم الجمعه، كنت سايباه على كنت مصوراه معاكم، وده كله على فكره قاعد بره الثلاجه، وده دليل على ان الماده الدهنيه بتاعته صلب. بس بقى مشكله ايه؟ شفت مطلع شرشح شويه حلوين، يعني ما بتك عليه كده بيطلع ميه كتير، فده المفروض يعني ما يطلعش ميه بالطريقه دي. بس هو عامة يعني ايه ماسك نفسه هو، بسم الله ما شاء الله حلو. بصي في ناس بتكوره كورة، وفي ناس بتعمله كده، وفي ناس بتعمله اطول من كده. تكوير الكورة ده لو انت بتحطيه مثلا في علبة بياخد مكان، لو بتحطيه في كيس بتلاقي الكورة دي بتكسر من الجوانب وتتفرفت فبتخدر قوي. دي انسب طريقة انا جربتها. انا مثلا بملى مثلا العجينة اهي، بصي انا دمجاها واتكيت عليها، عملت الشرش بتاعها كله اهو، وادمجها واعملها كده خلاص. بتبقى مليانه وتخينه وسميكه شويه، دي بتستحمل معايا، لان مش هحطه في علبه لان ما عنديش مكان في الفريزر، فانا هوزعه على كيسين ثلاثة خلاص. فانت تحس ان هو مندي، لاني طبعا ضغطت عليه فطلع الشرش كله، فما طلع الشرش اللي هي الميه اللي فيه بقى، فبقى مندي كده. لسه مخلصاها حالا معاكم دلوقتي.
دلوقتي. طيب ده اللي هو الحليب، الزبدة اللي من على حليب زي اللي احنا بنعملها في البيت، وده بيعتمد بقى على التاجر ان هو يسيب شرش كتير في الحاجة ولا لا. اللي تحت ده البقري اللي هو الاصفر قوي ده، انا طبعا قبل ما اعبيه لانه بقاله كتير بره، وانا ما عملته كده واتكيت عليه كده سخن، فانا هحطه في التلاجة من تحت على ما ده يجمد. هو جامد اهو بس في سن الطراوة، فانا لو حطيته في كيس دلوقتي ممكن يعجن على بعض. فانا هحط الصينية زي ما هي كده في التلاجة، وبعدين اطلع اعبيها على كيسين، مش هعبيها في علبة. الاكياس هتبقى سهل ان انا اخد كيس واحط، مثلا تيجي مثلا تعمل لي مثلا رز معمر بسبوسة، انا مثلا ببقى عارفة ان انا هاخد الكورتين دول على شوية الرز ابو حبة وحبة، بعد ما احط المية او الشوربة وعليه الملح وعليه كل حاجة بسقط دول، او تسقطي واحد. هتعملي بسبوسه، هتعملي اللي انت عايزاه كله عجين، بتاخدي بقى كورتين ثلاثة اربعة. حتى الفلاحين دلوقتي هنا الناس اللي بتبيع زبده وقشطه ديت بنقول لها صبعيهولي اعملهولي صوابع، بتعمله كده بلاش كور، ما تقولهاش اعملي كور، الكور دي هتفرفت منك وهتبوظ منك الدنيا. وده اي لون الزبده بتاعتي ديت اللي هي المفروض جاموسي ديت مغيره على اصفر، يعني هي الزبده القشطه نفسها، القشطه الجاموسي مش جاموسي صافي، دي مخلطه على بقري. وده طبعا المفروض يقلل من سعرها، بس يعني ايه احنا قلنا ده سوق وده سوق. اتمنى اكون افدتك بقى بالفيديو الصغير ده، واسيبها وتتعبى في اكياس، يعني كل مثلا كيس هيبقى فيه 10 20 صبع كده، واقفله وحطه في الفريزر. اللي انا عايزاه باخد الصبع زي ما هو، اديك نتيجه جميله وما فيهوش تهدير. ما تقوليش يا ريتني جبت حته زبده زياده، الصبع من ده كف كده، حته عجينه ماليه لقيت، فهم كلهم قد بعض تقريبا. بعدين ده شغلك انت حره، ممكن تعملي واحده كبيره مع واحده صغيره زي ما انت عايزه. اتمنى اكون افدتك بالفيديو الصغير ده، واي استفسار عن الزبده عن اللبن عن اي حاجه اكتبي لي في التعليقات بتاعتي ارد عليك ان شاء الله. يلا تصبح على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا بنات انا بس كنت عايزه اوريكم الفرق، يعني بعد ما ختمت الفيديو ديت، دي السمنه بسم الله الرحمن الرحيم، دي الزبده الفلاح اللي من على رايب، دي الكيلو منها دلوقتي انا جايبه ب 100، ممكن تلاقيه انت ب 95، يعني هو سوقها بيبقى طالع اليومين دول عشان موسم التخزين يعني، بتبقى احلى قشطه طبعا واحلى زبده واحلى كل حاجه دلوقتي اللي هي فيها البرسيم، فالناس بقى ايه بتزود سعرها يعني، مع انه بيبقى كتير ما شاء الله يعني بيبقى متوفر يعني، فانت هتلاقيها من 90 لـ100 خلاص. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي دي بقى البياض، انا كنت عايزه اوريكي نسبه البياض بتاعها، ديت جاموسي جاموسي يعني ما هم ما عندهمش بقى، لكن مثلا بصي يعني اللي فوق ديت اللي انا قلت لكم عليها امبارح دي جاموسي، ده المفروض جاموسي بس هي انت شايفه مصفره اهي، يبقى دي مخلطه على بقري. استنى ما اوريكي واحده بقري اهي، هوريكم الثلاثه جنب بعض عشان تبقي ايه بسم الله الرحمن الرحيم تبقي انت عارفه الفرق. انا طبعا ايه حطيتها في التلاجة من تحت عشان تشد، وهعبيها في الكيس دلوقتي واوريها لكم بعد ما اعبيها اهي. بصي استنى عايزه بس اوريها لكم، ادي دي الجاموسي، ادي دي البقري خالص اللي جنبها بقى ايه المفروض هي جاموسي بس دي مخلطه، فانا عايزه اشوف اعرفك درجه ال اهي عشان تبان. استنى اسمح لي شيل الورق ده اهو اهو اهو. بص يا ستي ديت بقري صافي، دي من على حليب، الكيلو منها بيعمل ساعات 55 60 65، هي التاجر بتاعته بيبيعوا في الحدود دي على طول ماشي صيف او شتاء. دي البقري، دي المفروض جاموسي من على حليب، يعني زبده جايه من على قشطه جايه من على حليب، من قشطه عاديه قشطه المسكره، دي المفروض جاموسي. ديت منها الكيلو هتلاقيه ب80 او ب85 في الموسم بتاعه دلوقتي، قبل كده كان بيبقى ب75 بس عشان الشتاء والناس بتخزن فهم مغليين. دي بقى اللي هي البرفكت الاصلي الجاموسي العاديه خالص اللي من على راي، بيبقى فلاحين عندهم بهايم بيحطوا في فوش ويشيلوا وش القشطه ويعملوا لك زبده. فديت دلوقتي هتلاقي تمنها من 90 لـ100، احنا جايبينها ب 100، ممكن تلاقي في ناس بتبيعها ب 5، هي والسوق يعني حسب السوق، لو السوق مليان بتلاقيها ترخص بس مش هترخص قوي لان موسم التخزين بتاعها. انا بعرفك بقى فرق اللون، لما تلاقي دي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لما استنى عشان لما تلاقي مثلا وانت في السوق تلاقي اللون اللي هو الابيض المغبي على اصفر ده اعرفي ان هي حاطه معاها قشطه مقلداها قشطه جاموسي، لكن ديت فلاح فلاح، شوف البياض بتاعها اهي
فانا بس عايزه اعرفك الفرق. هعبيهم مع في اكياس بقى دلوقتي واوريكي شكلهم لما يتعبوا. انا ما بحطش في برطمانات لاني ما عنديش مكان. هوريكي شكل الاكياس وباخد منها ازاي، هوريها لك دلوقتي. الزبده يا بنات اهي في الاكياس اهي، ماشي. طبعا الزبده ديت لسه هكيسها في الاكياس العاديه بتاعتك بتاعت اللبن النظيفه، اي اكياس بالحجم اللي انت عايزاه. انا عاملاه في الحجم المتوسط ده، انا عندي اكياس تشيل 2 كيلو من بتاعت اللبن. بدي بتاخدي من عند تروح تشتري اكياس مثلا، تقول له انا عايزه كيس لبن من اللي هو بيشيل 2 كيلو، من اللي بيشيل كيلو لبن، من اللي بيشيل نص كيلو لبن، هيديكي حجم الكيس اللي انت عايزاه. وجميله ونضيفه بدل العلب والحاجات دي كلها. بصي بقى ديت انا حاطاه في الفريزر بس على ما عملت، ما بقفلوش كله. انت ممكن تقفليه زي ما انت عايزه، تقفليه قفله واسعه كده عشان ما تقطعيش الكيس كل مره تيجي تاخدي. انت بقى ونظامك بقى. هوريكي بقى بتطلع ازاي. بصي اهي، تروح واخده واحده اهي وخلاص، بس كده وبسيطه وسهله. بالنسبه بقى للناس اللي هيسالونا عن تسيح السمنه بيها، اللي جايه من على الحليب، من على حليب زي ده اللي هي القشطه العاديه، لما تلاقي واحده ست قاعده في البيت وبيجي لها صفايح ديت، هتسيحي منها هتخسري منها كتير. ليه؟ لان هي معموله للاكل، بتحطها على معمر ماشي، بتعتبر حلوه ومسكره بس فيها نسبه ميه كتير جدا، خلاص هتهدر معاكي كتير. يعني انت ممكن تجيب 10 كيلو من دي ويصفصفوا معاكي على شويه صغيرين ويبقوا مش بالكثافه اللي انت متخيلاه. احلى حاجه في التسيح اللي هي جايه من على الرايب، ما بتخسرش التخسير ده. لكن لو انت مثلا واحده عندك لبن كتير ما شاء الله وبتوفر منك من على حليب، مش هتشتري؟ اه سيح. انا بعمل عندي موجود كتير اهو، وبعمل كنت عاملاها مع السمنه ومع الزبده النيوزيلاند، كان طعمه رائع رائع رائع. وحطي معاها كيلو لبن ريب بقشطته، هتديكي نتيجه بقى وهمي بقى. اتمنى اكون افدتك. اي حاجه خاصه بقى بالقشطه بالحاجات دي كلها اكتبولي في التعليقات وانا ارد عليكم ان شاء الله.